السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم أفكار لديكور العيد. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة دايما، اللهم أمين. يا رب يجعله عيد مبارك وسعيد علينا وعليكم إن شاء الله. أول حاجة معايا صينية حلويات من اللي هي الجاهزة بالشكل ده كده، عملت فيها ثقبين بالكاوية أو كاوية اللحام، وهبتدي احط فيها تعليقة كده من حبل الخيش. انا داخلة في تفاصيل الفيديوهات على طول، وان شاء الله بإذن الله الافكار كلها تكون يعني في متناول ايديك ان انت تنفذيها وتكون سهلة وما تكونش صعبة عليكي ابدا. كل الافكار النهاردة افكار سهلة واقتصادية جدا وان شاء الله تعجبك. جبت كمان مراية بنفس حجم الصينية من جوه، وهلزقها بمسدس الشمع، وهثبت كمان شمع كده على التعليقة اللي انا عملتها. هلزق الصينية او هلزق المراية على الصينية، ومعايا ده حبل من بتاع المنشر بس انا بستخدمه للديكور. هبتدي الفها، الفه كده على حواف المراية بالشكل ده. هلفه كده لحد ما اوصل لنهاية الصينية. هاجي هنا وهقفل الحبل اللي معايا بالشكل ده، وهشيل كل الزيادات اللي فيه. وكما تعودتم هبدأ التزيين من نفس مكان انتهاء الحبل علشان اداري اي دفوم ممكن يحصل في الشغل اللي انا بعمله. جبت هنا وردات صغيرة شلتها من فرع ورد كده، مش هحتاج اكتر من كده. هبتدي احط الاول الفروع الخضراء وبعد كده اثبت عليها الورد. شايفين هحط على نهاية الحبل بتاع فرع أخضر برضو قبل ما أحط التزيين التاني عليه. وبكده نكون درينا النهاية بتاعة الحبل. التزيين ما كلفناش اي حاجة خالص، وبسيط ورقيق جدا، وتقدر ان انت تنفذيه بمنتهى السهولة. بعتمد في القناة او في فيديوهاتي عموما على ان انت تعرفي تنفذي الحاجة دي بمنتهى السهولة، لان طبعا لما اعمل انا ممكن اعمل افكار صعبة وكل حاجة، بس انا ما برضاش اعمل كده علشان لما حد يجي ينفذها بعدي ما يتبقاش مجهدة ومكلفة عليه. احط كمان الوردات دي بالشكل ده كده. تفاصيل صغيرة بس بتفرق في الشكل جدا. وبصراحة مش عارفة اذا كان في حد زي كده بيهتم بالتفاصيل الصغيرة دي او لا، لو كده اكتبولي في التعليقات. وبكده نكون خلصنا أول فكرة معانا. وده شكلها بعد ما علقناها، أصبحت مراية فخمة وشيك، وتقدري إن انتي تنفذيها بمنتهى السهولة. ولو ما عندكيش الطبق ممكن تستخدمي قطعة من الكرتون. الفكرة اللي بعد كده، وهي لو عندنا فوط ممكن تكون مش قديمة بس يعني ايه ما فيهاش اي تزيين وعايزين نحولها لفوط
فخم قبل العيد. هنجيب كده اي فطين عندك، انا عندي فطين، واحدة باللون الروز والتانية باللون الاوف وايت. هبتدي استخدم الجوبر ده، وطبعا يفضل في المرحلة دي ان انتي تخيطي بالمكنة، بس بما ان انا ما عنديش مكنة فهستخدم مسدس الشمع. هلزق كده الجبير وهخلي القطعة دي لبره بالشكل ده كده. بس طبعا التثبيت بالخيط او بالمكنه افضل كتير من مسدس الشمع. بعد كده جبت شريط الستان ده بنفس طول الفوطه، وهبتدي ان انا احطه عليها بالشكل ده كده. افكار سهلة وبسيطة، بس تقدري ان انت تزيني بيها البيت وتقدري ان انت تنفذيها. بامكان ان انت تعملي الافكار دي كلها بدون اي مجهود قبل العيد. استخدم الجوبير ده كمان من فوق كده على شريط الستان، وطبعا ده نوع ستان ما بينسلش، متوفر جدا في محلات الخردوات. بلاش الستان اللي هو الرخيص علشان ما ينسلش معاكي ويخلي شكل الفينش مش حلو، وتبقي هدرتي شمعة في الفاضي. هنعمل الفيونكة دي كده وهنحطها في النص بالشكل ده كده. اول فكرة او اول فوطة تكون جاهزة معانا. هستخدم الجوبير ده للفوطة دي، طبعا انا بديكي مجرد فكرة وانت طبعا هتنفذيها افضل مني كتير. كمان معايا الاطان ده هثبته بالشكل ده. معايا نص انصاف من اللولي هضيفها على الجوبير. معايا كمان 3 وردات او 4، طريقتهم سهلة جداً. هضيفهم بالتدريج هنا بالشكل ده. وده الشكل النهائي لتاني تزيين معانا. تزيين بسيط وسهل جدا وشكله رايق قوي، وده شكلهم النهائي.
الفكرة اللي بعد كده وهي ان انا عندي شابو زي ما انت شايفة كده، الاباجورة بتاعته كسرت وفضل عندي الشابو ده، فكنت عايزة اعمل فكرة ان انا اعمل لمبادير او اعمل اباجورة. جبت الكاس ده، كده كان كاس كنت شارياه فرداني كده، وهبتدي احط عليه الشابو يا اما بالشكل ده يا اما اقلب الكاس، وفي الغالب انا هقلب الكاس بالشكل ده كده وهلزق عليه الشابو من فوق. طبعا الشابو ده انا كمان مزينه بجوبير، حط عليه جوبير من فوق وحط عليه جوبير من جوه ومن بره كمان، وهجيب فرع الإضاءة ده وهثبته على قاعدة الكاس بالشكل ده. كلها تجديدات في البيت هتناسب العيد جدا، وإن شاء الله بإذن الله تنال رضاكي وتعجبك. وهنا هثبت الشابوه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هزين الشابوه من فوق بوردات صغيرة كده، هبتدي ألزق الفروع الخضراء الأول. هحط 3 من الفروع الخضراء وبعد كده اثبت الورد. هحط عليها زهرة الكاميليا بالشكل ده كده. وبكده نكون عملنا احلى اباجوره او لمبادير بحاجه او فكره بسيطه جدا، وان شاء الله تنال رضاكي. وده شكلها بعد ما حطيتها في الاضاءه او حطيت الفيشه، وده شكل الاضاءه بتاعتها. وده شكلها في الضلمة. الفكرة اللي بعد كده وهي فكرة سهلة وبسيطة جدا ببرطمانات فاضية، ممكن كمان يكون ملهاش غطا عندك، وده الحجم اللي انا هستخدمه. هعمل منهم فكرتين اتنين. الفكرة الاولى هستخدم فيها رمل، يعني هحوله لديكور صحراوي شوية كده، والفكرة التانية هيبقى فكرة لديكور ربيعي. هلزق على فوهات البرطمان من فوق شريط من الخيش، هضيف الرمل بالشكل ده. هنا ده جنزبيل شاريه من عند العطار على شكل شعب كده او حشائش، وهبتدي ان انا اثبته بالشكل ده كده في الرمل.
كمان معايا قلة صغيرة، وده كركم صخري، وده زلط ملون، ومعايا فروع خضراء سميتها بالشكل ده كده، وده الشكل النهائي للتزيين اللي احنا عملناه للبرطمان. فكرة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة إطلاقا. الفكرة اللي بعد كده هستخدم فيها الجبردة، وهلزقه على فوهات البرطمان من فوق، بعد كده جبت ده زر الورد مضاف لي كركديه كان قديم عندي، انا هنا بكسر الكركديه شويه بحيث ان هو حجمه يكون مقارب لزر الورد، احطه في البرطمان بالشكل ده، معايا دي عصاية مصاصة، وده بوت صغير من نفس البوت اللي احنا استخدمناه للفكرة دي، وان شاء الله هنزل لكم الافكار دي كمان في الفيديوهات الجاية. هبتدي احط في البوت فروع وردة صغيرة كده او وردات صغيرة على كام وردة كانوا متهدرين عندي من فرع تاني، وهحطهم في البوت بالشكل ده، هضيف لي اليد بتاعة البوت فراشة صغيرة تفاصيل صغيرة وبسيطة بس بتفرق جدا، وهبتدي احط البوت كده في البرطمان، والوردة الفرداني دي انا حطيتها في البرطمان نفسه. هاجي عند العصاية بتاعت المصاصة وهركب فيها خرزة، حطيت عليها جبير من نفس الجبير اللي بره، وهثبتها بالشكل ده، وهبتدي اضيف الخرزات دي كمان زي ما ضفت الزلط في ارضية البرطمان بالشكل ده كده، وهاجي عند نهاية وبداية الجبير وهضيف الفراشة دي من بره، وده الشكل النهائي. ديكور حلو جدا للعيد، تقدر ان انت تنفذيه بمنتهى السهولة، وان شاء الله بإذن الله كل الافكار تنال رضاك. ولو وفكرة واحدة حتى عجبتك من الفيديو، ياريت تكتبيلي في التعليقات اي فكرة من الافكار عجبتك. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.